Hi and welcome for you all, grade 5. Let's start with a small video about MS Academy. MS Academy. اتعلم صح في المكان الصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لنا استفسارات ورسائل كتير عن MS Academy والنظام الخاص بالأكاديمي. MS Academy مدرسة أونلاين لتدريس المنهج المصري سواء عربي أو لغات جميع المراحل من كي جي 1 حتى الصف الثالث الثانوي. الحمد لله دي خامس سنة لينا على التوالي في التدريس أونلاين. مدرسينا خبرتهم لا تقل عن 15 سنة للمرحلة الثانوية ولا تقل عن 10 سنوات للمرحلة الإعدادية. بنقوم بتدريس جميع المواد المقررة على الطلاب في جميع المراحل. وأضفنا العام الماضي الفرنش والبرمجة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي. وإن شاء الله هذا العام هنضيف يو سي ماث واللغة الألمانية. بالإضافة للجزء الديني سيتم تدريس مادة القيم الدينية كالعبودية والحق والأمانة والعدل والحرية. ده الويب سايت الخاص بينا، تقدر عن طريقه تعرف الأسعار الخاصة بينا وتشوف المدرسين والكوادر والخبرات الخاصة بكل معلم. دي منصة MS Academy الخاصة بينا، عليها الواجبات اليومية، عليها الاختبارات الأسبوعية، على ما تم دراسته في نهاية كل أسبوع، وأيضا في نهاية كل شهر في اختبار ورقي واختبار آخر إلكتروني. الاختبار الورقي زي اختبار أبنائنا طلاب الحضور في مصر. الاختبار الإلكتروني بيكون زي اختبار أبنائنا في الخارج طلاب السفارة، عشان الطلاب يتعودوا على نظام الامتحان بالطريقتين طبعا. النظام عندنا بيكون نظام مدرسي بجدول زي الجدول الواضح قدام حضراتكم لجميع المراحل، شغالين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 أو 2 ظهرا. وما نسيناش طبعا طلاب المسار المصري، برضو عندنا نظام مدرسي بجدول فترة مسائية لجميع المراحل وجميع المواد من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 8 مساء. وحريصين دايما ان جميع الحصص تتسجل عشان لو طالب تغيب او حصل اي ظرف يقدر يرجع ليها في اي وقت. عن طريق صفحة MS Academy على الفيسبوك تقدر تشوف الريفيوز الخاصة بالطلاب واولياء امورهم فيما يخص MS Academy. كمان تقدر تشوف الفيديوز الخاصة بانشطة الاكاديمي طوال العام الدراسي. أسعارنا لا تقارن بالخدمة اللي بنقدمها والجودة اللي هتلاقيها وتشوفها بنفسك لما تشترك معانا. أفضل استثمار في تعليم أولادك إن شاء الله هتلاقيه في MS Academy. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب let's start with our lesson today. Today we're gonna talk about present simple tense. النهاردة هنتكلم عن ال present simple أو المضارع البسيط. طبعا I know that you studied it before. أنا عارف إن أنتوا خدتوه قبل كده، لكن طبعا انتوا عارفين ان الجرامر كله اساسي عليكم في كل السنين، والجرامر زي المبنى اللي بيتبني على بعض، والجرامر مهم علشان تعرف تكون جمل، تعرف تكتب باراجراف، تعرف تعبر عن نفسك، تعرف تكتب جملة سليمة وهكذا. طيب زمن الـ present simple tense او زمن المضارع البسيط، امتى بستخدم زمن المضارع البسيط؟ مهم قوي إني أعرف إمتى بستخدم الأزمنة. مهم أوي أعرف إمتى بستخدم الأزمنة. زمن الـ present simple I use it when I do something periodically. بستخدمه لما بعمل شيء بشكل اعتيادي periodically، كل فترة بعيد نفس الشيء. أو when we talk about facts، لما نتكلم عن الحقائق. When we talk about facts. When we talk about مثلا when we talk about yourself, your home, where do you live, where do you work، انت بتعيش فين، بتشتغل فين، لما تحكي عن نفسك تتكلم عن نفسك بتستخدم زمن ال present simple. لكن في الأكتر بستخدمه مع ال habits، مع العادات، حاجة أنا متعود أعملها أو حاجة بعملها بتكرار، أو الحقائق سواء كانت حقائق علمية أو حقائق في الحياة يعني. طيب تعالوا الأول نشوف
لازم كلنا نعرف ان الجمل في اللغة ثلاث انواع. الجمل ثلاث انواع: affirmative، affirmative يعني جملة خبرية، أو negative، جملة منفية، أو question اللي هي جملة استفهامية. دول ثلاث أنواع الجمل: يا جملة خبرية، يا جملة منفية، يا جملة استفهامية. يعني إيه جملة خبرية؟ يعني جملة عادية بتقول خبر، بتقول معلومة، بتقول خبر أو معلومة. أنا بلعب كورة كل أسبوع، أنا بروح المدرسة كل يوم، ماما بتعمل طبيبة، بابا بيعمل مهندس. أي جملة خبرية، ولا نفي ولا استفهام. جملة منفية يعني نقد، أنا ما بعملش كذا، أنا ما بروحش في الحتة الفلانية، أنا ما باكلش كذا. وجملة استفهامية يعني سؤال. طيب تعالوا الأول نتكلم عن الجملة الأفيرماتيف أو الجملة الخبرية. الضمائر عندي ضمائر الفاعل هي وشي وإت وآي ووي ويو وذي. دول ضمائر الفاعل السبعة: هي وشي وإت مع بعض، وآي ووي ويو وذي مع بعض. هي وشي وإت بياخدوا الفيرب بلس إس إي إس اي اي اس. اي وي ويو زي بياخدوا الفيرب في الانفينيتيف في المصدر، بياخدوا الفعل في المصدر. طيب مين مش فاهم الكلام ده بقى؟ في زمن البريزنت سيمبل هي وشي وات بياخدوا الفيرب بلس اس اي اس اي اس. تمام الكلام واضح؟ اللي حابب يكتب لي فاهم او مش فاهم يكتب في الشات فوق. طيب واضح واضح، فاهمة؟ تمام تمام يا شباب. طيب تعالوا بقى نتكلم ايه هي الافعال اللي بتاخد اي اس، وايه هي الافعال اللي بتاخد اي اي اس. الافعال اللي بتاخد اي اس: الافعال اللي بتنتهي ب اس اتش، سي اتش، اس اس، او اكس، زي جو جوز حطينا لها اي اس، ووش ووشز حطينا لها اي اس، ما حدش يقول ووشز، ها ووشز. طيب جو جوز، ووش ووشز، تمام. طيب امتى بقى نشيل، امتى نحط اي اس؟ لو الفيرب بينتهي بواي، بس بشرط يكون قبل الواي كونسوننت او حرف ساكن. يكون قبل الواي حرف ساكن زي cry cries، شلنا الواي وحطينا اي اي اس. ليه؟ علشان قبل الواي حرف ساكن. طب يا مستر لو قبل الواي حرف متحرك زي play، الواي قبلها ايه؟ حرف متحرك، ما اقدرش اشيل الواي، احط الاس على طول، يبقى plays من غير ما اشيل الواي. طيب تعالوا الاول نتكلم عن الهي والشي والإت. الفيرب بياخد اس واي اس واي اس. تعالوا ناخد أمثلة على الكلام ده، تمام. طيب هقول مثلا علي، علي play ولا plays؟ ها علي، علي ده هي، هي بياخد اس وي اس واي اس. الواي هنا ينفع اشيلها؟ لا ما ينفعش اشيلها عشان قبلها ايه، يبقى اضيف اس. علي plays football، بيلعب كرة قدم every week، كل اسبوع. طيب علي الفاعل، السبجكت برونا، السبجكت الفاعل. علي الفاعل، plays ده الفيرب الفعل، football الاوبجكت مفعول به، every week دي ايه بقى؟ دي كلمة دالة على الزمن، كلمة بتدل ان انا في زمن البريزنت سيمبل. علي plays football every week. مثال كمان يا مستر،
منى eats تأكل eats eats vegetables. منى بتأكل الخضروات. ممكن أحط كلمة دالة وممكن أحطش كلمة دالة، ممكن أقول every day برضه، every week every day، أو تأكل خضار every day. منى الفاعل subject، eats الفيرب مضاف له اس، زي هنا الفيرب مضاف له اس، vegetables خضروات الاوبجكت مفعول به every day كلمة دالة على الزمن. طيب تعالوا ناخد بقى أمثلة على الاي والوي واليو والزي. انا قلت ان الاي والوي واليو والزي الأربعة دول بياخدوا الفيرب بلس الانفينيتيف، بياخدوا الفعل في المصدر. مثال يا مستر، مثلا we study English every day. وي نحن، وطالما اي وي ويو زي بياخدوا الفعل في المصدر، يبقى study في المصدر، we study بنذاكر ايه ده الفيرب، بنذاكر ايه انجلش، يبقى الانجلش ده الاوبجكت المفعول به، و every day دي كلمة دالة على الزمن. تمام؟ واضح يا شباب؟ اكتبوا لي كده في الشات، واضح الكلام ده؟ الكلمة الدالة every day. مظبوط مظبوط. ممكن تعيد؟ حاضر. لو كانت منى عند علي هتبقى بلاي طبعا، عشان ده جمع. اه تبقى بلاي. طيب بمنتهى البساطة اعيد بسرعة كده عشان برضو زمايلنا اللي حابين ان انا اعيد. بص يا شباب الموضوع بسيط، مع الهي والشي والإت الفيرب الفعل اللي بيجي فيه يا اما اس يا اي اس يا اي اي اس، ده في الجملة الايه، الجملة العادية الخبرية، لكن مع الاي والوي واليو والذي الفعل بيجي في حالة المصدر. يعني ايه مصدر؟ يعني بيجي في شكله الرئيسي بدون اضافات، من غير ما اضيف عليه او احذف منه، من غير ما اضيف عليه شيء او ايه او احذف منه، بس كده. مع الحل يا شباب هتثبت المعلومة، واحنا بنحل دلوقتي المعلومة هتثبت. طيب طبعا هنا بيكلمني على الكلمات الدالة على الزمن، زي every every day every week every summer every Friday every Monday every holiday every weekend، اي حاجة، اي every كلمة دالة على السيمبل، على البريزنت سيمبل، على البريزنت سيمبل. طيب sometimes يعني أحيانا، always دائما، usually عادة، ever من قبل، never أبدا، every كل، تمام، في حاجة تانية، often غالبا. طيب يلا بقى نحل. I A to music every day. I listens ولا listen ولا listening to music every day. يلا كله يحل معايا بقى في الشات، انا عايز اشوف الاجابات عندي في الشات. I listens ولا listen ولا listening to music every day. I we you زي الفيرب بياخد ايه؟ معاذ listen، يوجين listen. Is there anyone else؟ جانا كاتبة عربي، اكتبي انجلش. listen سجا listen أروى listen جنى listen. طبعا طبعا I listen to music، sorry I listen to music every day، أنا بستمع للموسيقى كل يوم. طب she بقى، she wash washes washing TV at night.
شي تاخد ووش ولا ووش ولا ووشنج؟ يلا كل حل. أشجان كتبالي إي إس ماشي ووجز يعني. معاذ ووجز، لارا ووجز، لوجينا ووجز تمام، أنس مظبوط، حمزة خليل وات آه ووجز ماشي، عايز يكتب ووجز ماشي تمام ووجز طبعا عشان شي. طب رقم ثلاثة إت 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 إت، ها إيه تاخد جيتنج ولا جيت ولا جيتس؟ يلا اللي بعده جيتس لوجين، ها يلا شباب دارين جيتس جيت جيتس معاذ، في حد كتب جيت؟ أنس جيتس، حمزة خليل جيتس، ميمو جيتس طبعا جيتس، إيت إيت احنا قلنا هي وشي وإت بياخدوا الفيرب بلس اس واي اس واي اي اس، فدي هتبقى جيتس. طيب زي بقى زي لايكس ولا لايك ولا لايكد؟ جينا لايك، معاذ لايك، برافو. ايوه كده يا شباب كله يحل يلا. لايك لايك، دارين لايك، يوسف لايك، اشجان لايك، برافو زي لايك تمام. طيب ماي مام مامتي، ها هيلبس ولا هيلب ولا هيلب؟ مي افري داي بتساعدني كل يوم، ماما بقى. يلا انا في خمسه، نادين كاتبه هيلبس، جانا هيلبس، هيلبس لورا هيلبس، يوسف هيلبس تمام طبعا، ماي مام عشان ماي مام دي شي يبقى helps. طيب هي بقى وير ولا ويرز ولا ويرينج؟ ويرز جنى، ها مين تاني؟ who's next؟ ها ويرز 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 تمام، هي ويرز. ماي كات ماي كات نقط ذا تري، كلايمبس ولا كلايمينج ولا كلايمد؟ ماي كات ايه بقى؟ قطتي. اه لو جاينو جانا قالوا كلايمز، ها وانس كلايمز، بس كلايمز ما فيهاش ايه يا انس، وساجا كلايمز ولورا كلايمز ومعايز كلايمز طبعا. ليه بقى؟ لان ماي كات دي ات. طيب اخر واحد سوري اخر واحد، يو واش واش واشينج ذا كار every morning، أنت بتغسل سيارتك كل يوم الصبح، تبقى wash 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 مصطفى، you يا مصطفى أنت، you wash طبعا، برافو برافو يا ولاد wash تمام. خلاص كده طيب، عايزين بقى أقول لكم على معلومة قبل ما نخش في الحتة دي، ركزوا معايا بقى كله يركز معايا، اللي هيركز معايا دلوقتي هيفهم كل الحتة اللي جاي. بص يا شباب بسم الله، خدوا بالكم إن الزمن ده فيه فعل واحد، يعني مثلا علي plays فوتبول every day مثلا تمام، خدوا بالكم ادي فاعل وادي مفعول به، في النص فيه فعل واحد صح، عشان كده الزمن ده اسمه بسيط، مضارع بسيط. طب ايه مشكلته يعني يا مستر ان فيه فعل واحد؟ لا في مشكلة في الجملة الخبرية تمام، ما عندكش مشكلة، اما في النفي والاستفهام عندك مشكلة. لازم بصوا بقى، لازم أجيب فعل مساعد يجي يساعدني، يساعد الفعل الوحيد الغلبان ده، اسمه إيه الفيرب ده؟ اسمه فيرب تو دو، بيجي مساعد. في النفي بحط له نوت،
في السؤال ما بحطلوش نقط. طيب verb to do ده يا مستر مع كل الفاعل نفسه هو اسمه دو، يعني مع الهي والشي والات والاي والوي واليو والزي كل ده اسمه دو؟ لا، ركزوا معايا بقى. نمسح الكلام ده. عندي هي وشي ويت واي وي ويو وذي، مش احنا كنا بنقول ان هي وشي ويت كانوا بياخدوا اس واي اس واي اس؟ تمام، هيفضلوا برضه بياخدوا اسات بس مع فيرب تو دو. طب فيرب تو دو ده اخره او فبيضاف له اي اس، فالهي والشي والات دول هياخدوا ضز. ده في حالة السؤال. السؤال طب لو في النفي بضيف له نوت هيبقى doesn't. تمام. طيب اي وي ويو زي في السؤال بياخدوا ايه؟ مش دول كانوا بياخدوا الانفينيتيف في المصدر؟ اه هياخدوا دو في المصدر، ده في حالة السؤال. طيب امال في حالة النفي يا مستر هضيف له نوت هيبقى don't. يبقى هي وشي وات في النفي بياخدوا doesn't، I we you they في النفي بياخدوا don't. يلا نشوف الكلام ده لما نيجي نطبق عمل. الناس اللي بتكتب لي أمثلة ما شاء الله عليكم طبعا، يعني الله ينور. أنا عارف إن أنتوا شاطرين وخدتوا الكلام ده قبل كده، لكن صدقوني المراجعة عليه مهمة، الجرامر لو ما راجعناش عليه دايما بيبقى مشكلة. طيب I like reading. I like reading. عايز أسوي نفي، عايز أعمل نفي. Do you like apple؟ ده لا، ده ما نلوش دعوة بموضوعنا. خلينا هنا يا شباب. برافو يا أنس وبرافو يا معاذ، برافو جميعا، بس خلينا هنا. I like reading. I بتنزل زي ما هي. سوري ثانية واحدة. I تنزل زي ما هي. I في النفي بتاخد don't ولا doesn't؟ I بتاخد don't، يبقى I don't. ولايك كده كده في الانفينيتيف تنزل زي ما هي. I don't like reading. طيب برافو. They watch TV. يلا اكتبوا لي بقى في الكومنتس، اكتبوا لي يلا اعملها ازاي، كيف اسويها. ها They watch TV، عايز اسوي نفي، عايز اعمل نفي. Don't watch. تمام، زي هي تنزل زي ما هي، وزي بتاخد don't ولا doesn't؟ لا طبعا بتاخد don't. Watch في الانفينيتيف كده كده تنزل. TV They don't watch TV. You like running. You like running. يلا يلا اعملوا لي رقم ثلاثة. حد بيقول لي don't، ماشي. You don't watch TV، ماشي. اللي بعدها بقى. You like running. You don't طبعا. You طبعا. Don't، برافو عليكم جميعا. Like running. You don't like running. معلش بقى كتاب. طيب تعالوا بقى ناخد من الصف التاني. يلا. It gets hot in summer. It gets hot in summer. الجو بيبقى حر قوي في الصيف. يلا كيف انفي الجملة؟ يلا مين هيكتب؟ It gets hot. اه دودو كاتبه لي doesn't. تمام اهي. It doesn't. طب it doesn't ايه؟ ايوه محمد، برافو يا محمد. it doesn't ايه يا شباب؟ doesn't ايه؟ it doesn't get ولا doesn't get؟ get. طب برافو، لان بعد verb to do لازم يجي الانفينيتيف. it doesn't get hot in summer. برافو يا شباب.
doesn't. طيب he plays football. يلا مين يسوي لي الجملة دي؟ يسوي نفي. أنا عايز الجملة بقى اكتب لي الجملة على بعضها. He plays football. He plays football. اللي هيحل يكتب الجملة على بعضها. يلا أنا في انتظار. على مهلكم. Huh. He doesn't play. He doesn't play. He doesn't play. He doesn't play football. Excellent. Bravo, bravo, bravo. Excellent, excellent, excellent. ممتاز. He doesn't play. طب اللي بعدها. She studies English. يلا 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 كله يسوي اللي بعدها. She studies English. يلا يا شباب. She studies English. كله يكتب الجملة كاملة. She doesn't ايه؟ اه محمد احمد كاتب او doesn't study ومعاذ. She doesn't study English. She doesn't study English. She excellent ممتاز. ممتاز يا شباب. ممتاز ممتاز ممتاز. تمام خلاص كفاية كده عليكم الجزئية دي، نخش في اللي بعده. طيب عايز أعمل بقى سؤال، سؤال بهل، عايز أسوي سؤال بهل. قال لي هنا إن الآي واليو والوي والزي بياخدوا دو والهي والشي والإيد بياخدوا دز، وطبعا لازم ناخد بالنا إن سواء بدأت بدو أو سواء بدأت بدز، السؤال ده معناه هل، يعني دو هنا معناها هل، ضز هنا معناها هل. هل طيب انا هحل اول واحده. طبعا زي بتاخد دو، فدو زي هل هم لايك ريدنج، هل هم بيحبوا القراءه ريدنج. طيب هنا does he watches. watches طبعا شطب لي عليه اس طبعا عشان لازم يجي الانفينيتيف طالما عندي does. does he watch TV at night. طيب we study English. بصوا كده انا هحلها برضو. we هتاخد do بس we في السؤال بتتحول ل you. بصوا كده يا شباب كنت عايز اوريكم حاجه. بصوا الاي والوي بتتحول ليو. تمام هتبقى دو يو ستادي انجلش. دو يو ستادي انجلش. طيب ات درينكس ميلك. ات درينكس ميلك. ات تاخد داز يبقى داز. داز ات drinks تبقى drink زي ما هي. لا drink بس يا مستر. does it drink milk. طب ليه يا مستر شلت الاس؟ لان لازم الفيرب يبقى في الانفينيتيف بعد do does. طيب I want pasta. يلا بقى الشباب بقى تجاوب يلا في الكومنتس كده. يلا I want pasta. انا عايز اكل باستا. باستا اللي هي المكرونه. Do you want pasta, جنى؟ برافو يا جنى. Do you want I اتحولت ل you على طول. برافو يا جنى. Do you want يبقى we و I بيتحولوا ل you. تمام يا شباب. Do you want pasta. برافو. طيب dogs like meat. Dogs like meat. ها مين يعملها؟ dogs like meat. اكتب لي الجملة كاملة. اكتب لي الجملة كاملة. dogs like meat. do dogs like meat. تمام
do they like meat تمشي، بس خليها dogs يعني، طالما حط لك اسم حط الاسم. do they like meat يمشي بقى. do dogs like meat excellent excellent. طيب طيب الناحية التانية، ميدو plays football. ها يلا يا شباب كله يسويها يلا. ميدو plays football، سوي سؤال بهل، هل ميدو بيلعب كورة؟ ميدو plays football، اكتب لي الجملة كاملة يا شباب. ها does ميدو play football؟ ممتاز يا محمد ممتاز يا محمد. does ميدو play football؟ معاز ممتاز. ميمو does ميدو play football؟ ممتاز يا ميمو. لوجين does ميدو play؟ does ميدو plays؟ ثانية واحدة، جنى قالت plays، does ميدو plays؟ plays يا جنى، احنا قلنا ان طالما عندي do او does الفيرب يبقى في الانفينيتيف. شكرا العفو حبيبي. ها يا جنى، جنى does ميدو play؟ اوعي تحط الاس بتاعت plays دي. ماشي يا جنى فاهمة؟ yes he does no he doesn't excellent طبعا. طيب معاذ بيقول لي شكرا يا مستر على شرحك يا حبيبي، شكرا ليك انت، انتوا اللي ممتازين كلكم. طيب ناخد مثال كمان قبل ما نخش على اللي بعده، هاتوا مثلا رقم 6، she cries at night، هي بتبكي في الليل، اكتبوها لي بقى انا عايز اعرف عشان هي فيها تويست بسيط كده. ها she cries at night، مين يلا مين يكتبها لي؟ سؤال سؤال بهل يلا شباب. she cries at night. رفيدة does she cry at night؟ يا جنى جنى وقعت في الغلطة، بصوا جنى كتبت ايه؟ does she cries. طبعا يا جنى انت ممتازة انك جريئة وبتكتبي، انا بحب اللي بيكتب ويغلط ده يتعلم. بص يا شباب جنى قالت ايه؟ does she cries. لا طبعا لازم الفيرب ده يا اولاد ده يرجع لمصدره، يعني هي قالت شي فشي خدت does اهي، وبعدين شي cries بقى لازم يرجع للمصدر cry بالواي. does she cry at night. حمزة does she cry يا حمزة مش cries يا حمزة، بص انت كاتب ايه يا حمزة؟ كاتب cries. does she cry at the night. برافو فهمت يا جنى، برافو يا جنى. بصوا انا هحل 7 يا اولاد وكلكم ركزوا معايا، انا عندي هي، هي بسأل عن عليه بايه؟ هي بسأل عليه بدز، وبعدين هي تنزل اهي. طب عندي ووكس بقى، ووكس تفضل ووكس؟ لا تبقى ووك. does he walk to school؟ هل هو بيمشي للمدرسة؟ does he walk to school؟ طيب انا شايف انتوا يعني لغاية هنا كده هيبقى كفاية ونخش في اللي بعده. طيب اللي بعده بقى ادوات الاستفهام، طبعا الحتة اللي تحت دول انتوا ما شاء الله طلعتوا فاهمينها، الحتة اللي تحت دي اللي هي اي وي بتتحول ليو، ما يور بتتحول لماي، وماي بتتحول ليور، خدوا بالكم دي مهمة قوي، يور دي بتتحول لماي وماي بتتحول ليور، دي مهمة جدا تمام. طيب تعالى بقى على أدوات الاستفهام، وير أين للمكان، وين متى للوقت للزمن، واي لماذا بسأل عن السبب، هو بسأل بيها عن العاقل سواء فاعل أو مفعول به، المهم يبقى عاقل. هاو كيف ازاي، هاو اوفن كم مرة، لما اسأل على ظروف التكرار هاو اوفن، الحاجة دي بتتكرر كل قد ايه، هوز ملك من هذا، وات ما او ماذا بغير العاقل تمام. دول يا شباب حفظ لازم تحفظهم. وفي ويتش صح، في حد بيقول لي
برضه which، which صح برضه، أداة من أدوات الاستفهام، which بمعنى أي. تمام، أنا معاذ. أيوه يا معاذ، تمام يا حبيبي. طيب طبعا أدوات الاستفهام كتيرة، بس يعني أنا كاتب لكم الإيه، الحاجات البوبيولار يعني أو المشهورة. تمام، طيب أدوات الاستفهام تاني أقول، وفي هوم طبعا، هوم يعني لمن هذا. تمام، طيب نتكلم عن أدوات الاستفهام شوية ونقول إن هما حفظ، لازم تكون حافظهم، مش بمزاجي مش بمزاجك، لازم تحفظ أدوات الاستفهام. بيجوا فين في الجملة؟ بيجوا في أول الجملة قبل verb to do على طول، قبل verb to do على طول. ما كمية برضه، how much، ما how much برضه بتسأل عن الكمية. طيب يلا بقى يا شباب، أنا هحل أول واحدة وبعدين أنتوا هتحلوا معايا. هنا بيقول لي I live in Cairo، I live in Cairo، أنا بعيش في القاهرة. طيب خدوا بالكم، هو بيقول لي حاطط لي خط تحت كلمة in Cairo، بيقول لي اسأل where، أين. خلاص where أهي أين، بس خدوا بالكم هي I دي هتتحول لإيه؟ إحنا قلنا إن I وwe بتتحول ليو. تمام؟ طب ويو بتاخد فعل مساعد إيه؟ بتاخد do، يبقى where do you live؟ أين أنت تعيش؟ Where do you live؟ Where do you live؟ ممتاز يا أنس، ممتازين كلكم. طيب how، بيقول لي ابدأ بهاو. الجملة بتقول she goes to work by car، هي بتروح الشغل بالسيارة. بيقول لي هاو، كيف، 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 كيف هي بتروح الشغل؟ يبقى هاو، وطبعا she بتاخد does، يبقى هاو does she، جوز بقى ولا جو؟ هاو does she go infinitive. حبيبتي ربنا يخليكي يا دودو، شرحك حلو قوي يا مستر، ربنا يخليكي يا دودو. How does she go to work؟ هي ازاي بتروح العمل؟ How does she go؟ طيب يلا بقى، انا مش هحل تاني، حلوا انتوا بقى. وين الجملة زي study English at night، هما بيذاكروا انجليزي في الليل. وين متى؟ ها متى؟ يلا عايز اشوف بقى اجاباتكم، واكتبوا لي الجملة كاملة عشان أبقى متأكد إن أنتوا حليتوا كويس. How does she go؟ تمام، how does she go؟ يلا اللي بعد. When do they study؟ When do they study؟ برافو والله يا رفيع. When do they study English؟ لارا برافو. يوسف when do they study؟ محمد when do they، when do they study English؟ ممتاز ممتاز ممتاز. معاذ، حمزة، ممتاز، جنى، ممتاز. طيب اللي بعدها، اللي بعدها يلا يا شباب، اللي بعدها دودو، ممتاز يا دودو. طيب يلا اللي بعدها. He always walks to school، he always walks to school، بيقول لي اسأل بي how often، اسأل بي how often. جملة كاملة يا شباب، جملة كاملة. أما أشوف بقى تعرف How often does he walk to school؟ يا لارا، قمر قمر قمر، ما شاء الله عليك يا لارا. How often does he walk to school؟ برافو يا لارا، برافو برافو برافو. مين تاني؟ شكرا العفو حبيبي. How often does he، how often does he، how often does he walk؟ ممتاز يا شباب، أروى وجانا، كله كله ممتاز. طيب how often does he walk to school؟ طيب تمام يا ساجا، تمام يا معاذ، يا حمزة، كله تمام. طيب اللي بعدها I go to school to learn، أنا بروح المدرسة لأتعلم. بيقول لي قول why، لماذا أنا ليه بروح المدرسة؟ why، I دي هتتحول لإيه؟ ها يلا اعمل له سؤال، يلا I go to school to learn، وروني الشطارة. Why do you go to school لارا القمر؟ ما شاء الله ما شاء الله. محمد
Why do you go to school؟ أروى why do you go to school؟ why do رفايدة يوسف ما شاء الله عليكم جميعا. سجى why do you go to school؟ أروى جاوبت أروى جاوبت أه يا أروى شفتها. معاذ why do you walk to school؟ ده قديمة متهيألي يا جو. اه why ها why do you go to school why do you go to school why do you go to school. excellent 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 ممتاز والله يا ولاد. طيب اللي بعدها we like playing football we like playing football we like playing football. ها يلا we like playing football مين يحلها؟ what do you like what do you like play. لا او 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 خدوا بالكم خدوا بالكم خدوا بالكم what do you like playing. اوعى تشيل الاي ان جي اللي في play. what do you like playing او لو عايز اقول play لازم احط to. what do you like to play زي ما محمد قال كده what do you like to play. بالظبط بصوا كده يا اولاد ركزوا معايا بصوا كده. وهنا بيقول لي what اهو وي هتبقى يو فبتاخد do what do ركزوا معايا قوي. what do you اللي هي وي بقت يو. الفعل الأساسي عندي فين؟ لايك هو ده الفعل الأساسي لايك. أما playing ده gerund ما ينفعش أقول what do you like play what do you like playing أنت بتحب تلعب إيه. وهتاخدوا السنة دي في سنة خمسة إن لايك وهيت ولاف افعال المشاعر دي لازم يجي بعدها فعل بلس اي ان جي. دي هتاخدوها السنه دي يا شباب على فكره في سنه خمسه ركزوا معايا هتاخدوها السنه دي اظن في البلس. اه هتاخدوا ان لايك يعني مثلا اي لايك بلاينج فوتبول لايك لازم يجي بعدها اي ان جي. اي هيت مثلا ستاديينج ات نايت انا بكره المذاكره في الليل فلايك لايك لازم يجي بعدها فيرب بلس اي ان جي إلا لو جت تو بقى like to هنا بقى like to play like to swim ماشي لكن like playing كده يبقى what do you like playing أنت بتحب تلعب إيه. تمام يا شباب what do you like playing أو what do you like to play. طيب my mom goes to work by train my mom goes to work by train how does mom أو how does my mom go to the work? Excellent. أهو how does لأن my mom ده يعني شيء فتاخد does. How does my mom goes دي هتبقى go تبقى go infinitive عشان عندي does. How does my mom go to work؟ هي ماما بتروح الشغل إزاي؟ تمام كده يا شباب؟ طيب يعني انا شايف ان انتوا كده يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني حصلنا جزء كبير قوي وكله فاهم ما شاء الله. طيب عايزكم تكتبوا لي بس في الكومنتس الاول ايه رأيكم في السيشن فاهمين مش فاهمين استفدتوا ما استفدتوش اكتبوا يعني بصراحة ما فيش كسوف يعني عايز اعرف رايكم كده في الكومنتس. روعة حمزة شكرا يا مستر. انا فاهم اتس جود اكسن الحصة جميلة انت اللي جميل او انت اللي جميلة يا سجا فهمت الحصة كانت روعة واضح ومفهوم thanks thank you for you all. أنا اللي بشكركم جميعا يا أولاد
بشكركم جميعا، سيشن جميل جدا، انتوا اللي جمال يا حبايب. انا بشكركم جميعا وبتمنى لكم التوفيق، استفدنا وشرحك حلو، ربنا يخليك يا دودو. طيب كفايه علينا كده النهارده، thank you all and bye bye, see you soon, see you soon, bye bye, bye bye.